الشجر بس ينزف دم ويروي الشجر. خير ان شاء الله. ايش عندك؟ زين زين زين، تهدي نفسك وخليني انا بتصرف. قلت لك انا بتصرف، اني بتصرف. والله انت دلال، الله يرضى عليك كيف. لكن اقول لك دلال، لا تخبري ابوك، انا بروحي بخبره. خلاص هي عادتك. يا سيف فا تحس بيتك عقل منك. تفضل الشيخ مبارك، اسمعك. ما كذي يا شيخ، الموضوع الله يسلمك وما فيه. انا اسف يا شيخ، بنتكلم في هذا الموضوع بعدين. مع السلامة. جيفر، وش فيك؟ علامك سيف بيتكم، وديني بيتكم. وش فيك يا ولدي؟ ما في الا الخير ان شاء الله. هاي خير، ما تشوفي ما راي محد يشتري. تعال سيف، وين سير ربي؟ سيف وديني بيتكم، اخترق بموت، وديني بيتكم. شوي شوي، بسم الله عليك. بسم الله. شوي 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 شوي. وش في؟ كيفر؟ علامة. ما أعرف، لقيته يصرخ في الحديقة. دلال، يبي من غرفة الشنطة الطبية. إن شاء الله. بسرعة الله يخليك. إن شاء الله. خليه يرتاح. سيف ودي غرفتي. خلوه، انا بودي غرفته عشان يرتاح. خوش شوي خوش. بس يا عمي سيف، سيف قوم يا ولدي، قوم قوم. يا ابو جيفر الله يهديك، لبيوت واحده خليه يرتاح. يا
خلوه يرتاح. أنا بجلس عنده. قلت خلوه يرتاح. سيف؟ خير سيف، وش مستوي؟ جيفر تعبان شوية. وش فيه؟ ما نعرف يا بنتي، بس هو تو أحسن، وأبوي يقول خلوه يرتاح. اليوم إن شاء الله بزير المستشفى، وهناك بفحصوك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتبقي في الأول وأحسن. السلام عليكم. هلا والله، حيو ومرحبا. حيا الله الشيخ مبارك، كيف الصحة؟ الله يسلمك إن شاء الله. لا والله دلال كانت أمس موجودة بس ما قالت لي شيء. خير؟ إيش؟ سما باللي فيه اصلا. وش فيه ولدي؟ ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. يا خالي قلت لي بتصرف كذي. جيت أخبرك أن السح والسمن وقاشع خلص، والركاب متعودات من الصباح طعامهن معهن. انزين خذ موجود من البيت، واللي ما موجود اشتري. زين الله، لا تقصر عليهن، لا تقصر عليهن، ترى هذا رزقنا إن شاء الله. الشيخ قال هي مثل ما وصيتك، لا تنسى ان شاء الله. اهدي من اللي اتصل فيا. يا حي ومرحبا يا نوله. زين لك يا الحي، انت قاعد في بيتكم ومرتاح ومتكيف، وبنتي ما اعرف ايش صار لها. ادق عليها بالتليفون وما ترد علي، اخاف رايلها غلط عليها ولا فهم السالفه بموضوع ثاني. الحين بنتي ما اعرف. نحن لما تستوي لنا مشاكل مثل هذه نداريها عشان بناتنا يرتاحن في حياتهن لما يتزوجن، وانت بتعذب بنتي. قلت لك لا تبلغ على مرعي وشوف النتيجه. سيف رجل قانون وبيتصرف بعقل، وعلشان اطمنك اكثر الحين اني بتصل له، وخلاف برد اطمنك.
اطمن يا قاسم اطمن، بنتك عند واد مخيرين. اني لي نظره في الريال، علشان كين ما اعترضت عليه يوم يا وتقدم لها عشان يباها حليلتن له. مال الدنيا زايل وبقالش اختش، بادلي طيبها بطيب معروف بمعروف، مهما كانت قلة الحيلة ترى الخاين بيخون كل الناس حتى لو صدق. هو المدي شريفة بعطيها كل الأوراق وصارحها بظم عليها شيء، وبتصدقني وتعرف ان الشيطان اللي كان يوسوس لي روح وروحت معه كل وساويسه. يعني بشوفش اليوم فيلم مجمع زين رشيدة بتي معش، بس وش اللي خلاش تغيري رايش؟ ما تغير شيء، بس خلصت الدراسة وباكر برد البيت، محتاجة اشتري عدة اشياء بس. ها اليوم المساء الساعة 7 تقريبا. تمام، بس من بعيد لبعيد، اخاف اكلمك وحد يشوفني. خلاص تم، مع السلامة. كيف الله يهداك من بعيد لبعيد؟ هذا بس كلام، بس عشان اتغلى عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. احسنت. تفضل. كيف قيفرتو؟ الحمد لله ابوه عنده. انا عارف اللي يلستاني وحاسب يا ولدي، بس ويش اسوي؟ انا ابوك، تتخلى عن ابوك؟ كل اللي يالس اسويه علشانكم، علشان العز اللي انتو فيه. عز مزيف. عز؟ عز مع عذاب الضمير. تعرف أبوك ويش كان يشتغل؟ كان طناف وضم مغبوش. كان أبوي غصب علي أركب بوش السباق لأي إنسان يدفع له. انت يا أهل طفل مدبوغة تخفخف فوق الناقة طول مسافة السواك، الناقة تفوز وصاحبها ينال الفخ، وأنا أبات الليل سهران من بطني وظهري وكل جسمي. هذا هو تعال نظف النوق، تعال أعطي الحيوان طعام، كأنهم ما عندهم غيري أبد. حياة الذل كلها كانت على ظهري، لكن لا، يوم ياتني الفرصة الذهبية قلت لا، ما بخلي حد يوقف وجهي، لا، وأنا ذئب. عرفت حويش أنا سويت اللي سويته؟ كل اللي قلته ما يعطيك مبرر تعيش باسم غير اسمك. وش كيف
يعني أبوي عايش باسم غير اسمه؟ من هذا اللي يخلوه ينظف ويتخضخض فوق النوق؟ أبوي ولد الحلاو؟ مستحيل طبعا. لازم أفهم الموضوع من جيفر قبل لاستيان. يا أخي خوفتنا عليك تبى الصراحة، بس أشوفك اليوم أهون الحمد لله بخير. تبى الصدق ما رملني لدخل البيت، جينا نطمن عليك. مشكور يا ولد عبدي. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. مشكور يا عبدي. أسوي لك أكل؟ مشكور يا أمي، ما أشتهي. على ذنكم بسير أبدل ثيابي وأطلع أشم شوية هواء. صراعك المستميت مع ضميرك جعل عقلك متأرجحا في دهاليز التناقض الذي بالتأكيد لن يفرز لك سوى التأزمات النفسية كالتي عانيتها هذا اليوم. اركب، اقول لك اركب. هذا هو البيت. متأكد؟ متأكد. والكهرباء واصلت لنا ولا لا؟ ما واصلت لنا. 100% متأكد؟ أنا بعدني أقول لك متأكد. طيب متى الموعد؟ الليلة، عندي مشوار خلصه ونتلاقي هني. وش رايك نسير المجمع؟ ما احب. ما تحب وش؟ الزحمه. انا بعد ما احب الزحمه، بس يوعان من امس ما اكلت شيء. نروح المقهى اللي في المجمع ونطلب شيء ناكله. بس بشرط انا ادفع. انت تدفع بس، ها تتحمل نتيجه كلامك. مريض؟ نفسيا يا موزة، بس لا تخبري حد ولا تقولي لأني قلت ليش. أقول لي شيء؟ لا تطري هالسالفة خير شر. والدي مريض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخليني أندم إني قلت ليش. الحين بتم تصيحي وحالتش ما حالة. تقبلي الموضوع يا موزة ولا تجلسي تضايقينا بحزنش ودموعش. الولد روحه ما يزداد ما يزداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. ويش أخبار خالش؟ الحمد لله أحسن. باكر أو ورا باكر بيرخصوا إن شاء الله. إن شاء الله. من يريد حبيته بسير أزوره. ما تقصر عمي، بدخل أطمن على أولادي. تفضلي. طلال أنت هني؟
وش جالس تسوي في الظلام؟ جالس أفكر. في وش تفكر؟ في اللي سمعته. وش سمعت؟ ما أعرف يا ليلى، ما أعرف. أرجوش لا تسأليني زيادة، اللي فيه يمكن فيه. مصيبة يا ليلى، مصيبة. إذا اللي سمعته كان صحيح معناها أن حياتنا كذبة وهم. إذا كان أبوي مثل ما قال، عمي ذياب، ذياب أو أي اسم ثاني، أنا صرت ما أعرف الحقيقة من الوهم. طلال أنت وش تقول؟ اللي سمعتي يا ليلى، راسي بينفجر من كثر الأسئلة اللي فيه، والوحيد اللي عنده الجواب هو جيفر. وش هالكلام اللي أسمع عن عمي ذياب؟ منك ومن خالي؟ هذا متى بيه؟ كأنه نسى الموعد وبيضيع علينا الخطة. غبي. أنا ما أشوفه هناك وجاي صوبنا، خلنا نمشي بسرعة قبل اللي يمسكنا. كيفك؟ فهد؟ من هذه؟ ما يخصك. هيثم، هيثم، هذا أخوي. شفت كيف سكتت؟ يا رب وش أسوي الحين؟ وين بروح؟ كيف يعني؟ ما وديش السكن؟ لا لا لا، أكيد أخوي ينتظرنا هناك. زين وش نسوي؟ وصلني البيت. بيتكم بعيد؟ ما وايد، ساعتين من هني. وابوش ما بيقول شيء؟ بقول له انك تريد تزوجني وجاي تطلبني، ها ايش رايك؟ وش هذا؟ كنا ننسى الموعد، كان المفروض ما اعتمد عليه في هالمشروع، لكن بسوي روحي. وين؟ أنا قايل عن هذا البيت، لو يتصل بي وينك وينك؟ أنا ييت هو محد، لكنش الكابل وروح. الحمد لله الكيبل مكانه. بحرصه 5 دقائق بس، 5 دقائق، لان ماشي وقت. تحسبني ما اقدر اسوي شيء غير بك انت يا يمعه؟ انا اقدر اسوي كل شيء، كل شيء.
n'avez pas les goûts. صدعتينا. ايش عليك؟ رجال واهلك ما بيقولوا لك شيء، بس انا الضعيفه المسكينه. نضحي عشان الحب الخالد في قلوبنا، وفي الاخير اللي نحبهم يتخلوا عنا. قال ليش اني بتخلى عنك؟ يعني ايش تسوي؟ بتوصلنا عند ابوي وبتقول له ترى بنتك بريئه؟ عادي بيقول لك ابوي تراكم يا هال، بس بغيب منا بعد ما تمشي انت. دم فرق بنتك يا أول ذياب، دم فرق بنتك لين يوم الدين. من أموت حتى ما تتهنى بحياتك من حباتي. جيفر أباك في موضوع. بعدين يا طلال. لا تقول لي بعدين، الموضوع ما يتأجل. أبا أفهم اللي سمعته اليوم. وإيش تبى تعرف؟ كل شيء. ما بتتحمل تعرف كل شيء؟ إذا أنت قدرت أنا بعد أقدر. متأكد يا طلال؟ إلس، لأنك بعد اللي بتسمعه ريولك ما بتروم تشلك. من وين تباني أبدي؟ من أبوي. قلتلك ما بتتحمل. كيف كنت بتحمل طول هالمدة؟ وتعتقد اللي استوالي البارحة والأدوية اللي تارسة الدرق من ويش؟ شفت ثبت ميزي عنكم؟ شفتها كيف؟ شهرين وأنا متخدر على سريري، والشهرين الثانيات على سرير المعالج النفسي. شهور الدراسة يا طلال قضيتها في استيعاب سر أبوك. وش بتسوي بعد ما عرفت؟ ما أعرف ما أعرف. طلال أنت أخوي، وهذاك مهما كان ومن ما كان أبونا، وهذه الحقيقة ما ممكن تغييرها. تأكد أني بتصرف بعقل.
بس بعد ما استوعب الكلام اللي سمعته منك. روح الحين وارتاح. روح. والصباح. صباح صباح. قال لك جيفر؟ طلال انت بخير؟ انا تعبان تعبان وبان. الله يرحمك يا عماد، وش اللي سويته؟ احنا اتفقنا على بيت ما في كهرباء، وانت راح تكيب اللي اشتغل وبي كهرباء. أنا كنت في موقف محرج واضطريت إني أتصرف برجولة. رجولة؟ أنك تتزوج واحدة؟ لو سمحت ما أسمح لك، هذه زوجتي. أنا كنت بين اختيارات واخترت. وإيش هي الاختيارات اللي واجهتها؟ كأنك ما تصدقه. خلي أخوك يتكلم. أنا تربيت أحافظ على سمعتي وحافظ على سمعة أهلي، وربيتوني إني ما أتعرض لبنات الناس، واعتبر سمعت كل بنت سمعتي. والبنت اللي تعرفت عليها كانت في موقف محرج، واهلها عرفوا اني اقابلها من وراهم. هذا اللي خلاني انقذ الموقف واتزوجها. انت تصون نفسك وما تتعرض لبنات الناس، بس اللي اهلها ما علموها تصون نفسها وتتأدب ما تينت وتتزوجها يا مسود الوجه. شوفين مات. اقول لك شيخ، انا ما بطول معك لاني باكر الصبح بغبش صوب بعض مشوم. انزين انا بوني مطرش عليك لعشان اللي السالفه. كيف بتمشي معي؟ لا لا لا، انت بتمشي معي. سمعت ايش قال؟ ايش قال؟ يقول لك لما بغيت تشوم نقي لك ربيع حامل الزلات ابو صدر وسيع. حقه قال شاعر. لكنك انت ما قلت لي ايش عندك هناك في باطنه. اتصلوا فيني الا مع شركه النفط وايش اسمهم، يبون يشترون ارض حمود. قلت لهم اني بيع ما بيع. قالوا زين احنا بنستاجرها معكم. قلت لهم زين سمعوا، انا بوصلكم وهناك بنتفاكر وبنتفاهم. الحمد لله على سلامتك بمبارك. الله يسلمك يا ولدي، الله يسلمك. فهد انتوا انتظروا هني، انا بسير اجيب السياره. ما في داعي يا بنتي، ما في داعي، انا اروم امشي.
خير؟ ودينا المزرعة تو؟ لهذه الدرجة مشتاق حال المزرعة؟ أبى أطمن عليها. خالي لاحقين على المزرعة، أنت تعبان ولازم ترتاح. أبى أسير المزرعة، في شيء ولازم أتأكد منه. على أمرك. أشوفك سكت عن هيثم، قبلت بالأمر الواقع؟ ما دياب اللي يقبل بالأمر الواقع، ما حد يقدر يفرض علي شيء أنا ما أريده. أقبل يوم أريد وأرفض يوم أريد. شكلك قبلت هالزواج. كل شيء لوقته والحين ما وقته. آخر شيء أفكر فيه هي الفضائح. الأعداء زادوا ويريدوا لي فرصة علشان يهجموا. يوم يجي الوقت المناسب بصلح الغلطة. وراي موعد مع شركة النفط علشان موضوع الأراضي.